حاجتهم بقى، بياخدوا أرضهم، بياخدوا بلدهم، بياخدوا أرض بيوتهم، بياخدوا يعني بياخدوا كل حاجة. يا أخي ما ترحمنا من إنه حتى الشجر اتقلع، فاهم ازاي؟ الحتة دي بقى في النصيب الجديد لسه فيها مخزون الطاقة اللي هو اللي يسموه الذهب الأسود، أعوذ بالله، شوية غاز كده علشان يمشوا كلام، يمشوا الحياة اللي هو way of life بقى، لأن هم بياخدوا الحاجة من مش بتاعتهم، من آسيا وإفريقيا، علشان حياتهم هناك في أوروبا ومش عارفة إيه، الحياة بتاعتهم تبقى جميلة، عشان بعد ما بيسرقوا الحاجة بيوديوها بلدهم يعملوا بيها الحياة بتاعتهم وبيستمتعوا. العركة كلها على إنه الناس أصحاب الأرض، أهل الأرض اللي يسموها السكان الأصليين لهذه الأرض، المواطن الصالح لهذه الأرض، فاهم كيف؟ مش راضي يمشي. يعني هو حاول من 100 سنة لحد دلوقتي، يجي يبعتوا كده، يبعتوا كده، يبعتوا كده، يبعتوا كده، يبعتوا يرميه في البحر، يعمل أي حاجة. فلسه في ناس قاعدة، وفي لسه ناس قاعدة، وفي لسه ناس قاعدة. الناس اللي قاعدة هنا قريبة من البحر اللي فيه الغاز ده، تمام؟ تحت الأرض اللي من هنا في معادن بقى، خلاص. تحت الأرض اللي من هنا في حاجات الله أعلم احنا لسه ما نعرفهاش، لأنه ايه، من أول ما أخدوا الشمال ده هم مكبتين عليه جامد بالضبة والمفتاح، فاهم ازاي؟ تمام. غير انه في الحتة دي اتعمل اكبر قاعدة للنشاط النووي ده، اسمها ايه؟ مفاعل، يس. فالحتة دي عايزين ياخدوها ويعملوا فيها الغاز يطلع، والحتة دي هتبقى القاعدة للحماية بتاعت الحتة اللي هتجيب غاز دي. الحتة دي فيها شوية معادن، الحتة دي الله أعلم فيها ايه. عملوا كده في افريقيا ولسه بيعملوا كده في افريقيا، عملوا كده في اسيا ولسه بيعملوا كده في اسيا، يعني ما خلوا الا يعني، فما في ما في حد سلم منهم الحقيقة. الناس دي النصيب بقى انه دول جيراننا، النصيب انه دول جيراننا بقى، هو ده بس النصيب. لما كانت بتتعمل في قارات تانية بعيدة عننا ما نعرفهمش، يعني خلاص هنعمل ايه؟ او جاء الدور عليك يا حبيبي، اللي هو اكلته يوم اكل الثور الابيض، الثور الابيض ولا الثور الاسود او الثور الاحمر، كله حتاكل. هي دي القصة، غيروا في الجغرافيا عشان يزوروا التاريخ، هدوا اللي له 200 و300 و400 سنة من الشجر. في كنيسة لها 2000 سنة اتهدت، خلاص. يبقى ده تزوير للتاريخ، عشان بعد كده هو إعادة البناء دي اللي هو فالحين فيها دي، يهدوا الحاجة علشان يبنوها من جديد. غيروا في الجغرافيا عشان تزوير إلغاء التاريخ، ودمتم.